الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نعمل النهارده روتين فحبيت بس اوريكم المنظر اللي انا عايشه فيه بالشكل ده، الخضره والجمال ده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الخضره حوالينا عامله ازاي؟ عشان احنا طبعا هنا في الفلاحين. شايفين ده؟ انا واقفة في البلكونة، حط البطانية تشمس شوية في الشمس الجميلة دي، ويلا بينا نشوف هنكمل ونعمل ايه كمان النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل روتين بسيط كده. اول ما نبدا طبعا نبدا بالمطبخ، شويه الاطباق اللي فايضين دولت نغسلهم ونروق المطبخ ونروق الرخامه عشان نبدا نطبخ. نبدا نشوف حاجتنا، يبقى المواعين مفيش، يبقى الشغل خفيف علينا. قبل ما نبدا كده نبدا بالكوبايات. حاولي ما تبيتيش مواعين في المطبخ عشان يبقى اللي تقوم الصبح تبقى المسك مفتوح ان انت تدخل المطبخ، لكن الواحد لما بيدخل ويلاقي المطبخ مكتب نفسه. كده هما شطفوا بالطريقة دي، مش كده تعمل كده، لا كده عشان الهدوم اللي حطاها يروح خالص. زي ما انتوا شايفين الطريقة دي بالشكل ده. الحاجة اللي بغسلها بركب فيها على الرقانة بتاعتي. بعد ما تخلصي الحاجات دي تمسكي بقى الحوض بتاعك. تظبطيه يلمع كده يبقى زي الفل. شايفين انا كده خلصت المواعين. امسك بقى الجزء كده كل لو مشي ليك عليه حاجه تنضف وتبقى نضيفه فله كده، الحنفيه بتاع الفلطه برضه كلها. شايفين بالشكل ده الحوض بتاعك ومكان البريل والحاجات دي كلها. تمسك الحوض تنضفيه تخليه يلمع. يلا بقى نشوف هنطبخ ايه. هنعمل ايه النهاردة؟ برضو هنعمل اكل بسيط وخفيف كده. هنعمل مسقعة مصرية بتاعتنا من غير ده لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، هو مكعب مرقة مفيش غيره.
انا مقطعه مقشره البرنجانه ومقطعاها كده، ورش عليها شويه ملح، سبتها في الملح حوالي من ساعه، شايفين منزل الميه دي عشان ما تشربش مني زيت كتير. ومعايا بطاطس اهي اقشرها قدامكم، هحمر شويه وهسلق شويه نعملهم سلطه بطاطس، بس انا هعملها بطريقه جديده، انا مش هسلقها، انا هعملها كلها مره واحده وهوريكم هنعملها ازاي. الاول نبدا نحمر البرنجان عشان نعمل المسقعه. حطيت الزيت على النار على المزيج قدح شويه عشان اقلل حمر البرنجان، اقشر البطاطس معاكم واوريكم انا هعملها سلطه ازاي. البتاع دي بتاع تقشير البطاطس سهله، ساعتها في ساعتها بنخلص حاجتنا زي ما انتم شايفين. السلطه دي ما بتعمليها كده بالطريقه اللي انا بقولك عليها، ما بتسلقوهاش، تبقى حلوه قوي، احلى من اللي بتجيبيها من المطاعم. اكلنا النهارده كده خفيف، ومحتاره بقى تاكلي ايه، او الحاله الماليه مش متظبطه في ايه، وما فيش فلوس، او ما فيش، او زهقتم من الاكل فعايزه تغيير في الاكل، فبنقوم نعمل احنا بنسميه هنا نواشف. يعني ايه نواشف؟ يعني عيش، يعني اكلنا كله عيش، بس انا برضو هعمل لقمه رز بشعريه وبطاطس محمره للي بيحب ياكل رز. اغسلهم واوريكم هنعمل فيهم ايه. غسلتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، قطع البطاطسايه ثلاثه، قطعيها صوابع كده، الصوابع يعني تخينه شويه، تقطعيها كده مكعبات، مكعبات تكون صغيره عشان ما تاخدش وقت معاكي. بعد ما قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره خالص بالشكل ده، والعين الثانيه بقى اللي عليها البرنجان، هوريكم هنعمل البطاطس ازاي. وهي الزيت زي ما انتم شايفين كده على النار، الصين توم مهروسين حطهم كده، شايفين اول ما تقوم بتاخد لون يعني ما بتصفرش، لا لون بس، بنزل عليها بالبطاطس عشان هي هتكمل تحميرها مع البطاطس، واقلبها عشان ما تطلعهاش ميه خالص، هي هتنزل الميه بتاعتها، ولو حسيتي فيها لسه عشت وما استوتش شويه هتزودي لها معلقتين اتنين ميه، مفيش اكتر من كده. نحط لها بقى البهارات بتاعتنا، الملح، زي ما انتم شايفين شوية ملح، كمون، فلفل، شطة، بابريكا، اقلبي واوطي عليها النار خالص واسيبها تستوى براحتها. قرب ما تيجي تستوي بحط لها شوية شبت صغيرين هوريها لكم اول ما نيجي نعمل نشوفها. انا حمرت
زي ما انتوا شايفين البرنجان ومعاه قرنين فلفل اخضر، بس انا بفتحهم الاول وانضفهم من جوه عشان ابقى ضامنه ان القلبان نضيف مفيش فيها اي حاجه. احط الطاسه او الحله اللي انا هعمل فيها، احط لها بصل مفرومه صغيره في الكاتشب كده زي ما انتم شايفين، ده بصل ابيض بقى بيبقى فيه ميه كتير، فانا بحطها كده لحد ما تشرب الماء، وبعدين انزل بالزيت او السمنه. البطاطس اهي على الحله الثانيه ومغطيه عليها النار شمعه خالص. شربه وعصير الطماطم ونحطهم في شوية زيت ونحط السمنة خفي وعندك كتير استنى ان البصلة بس تتشوح تاخد لون ذهبي، انزل عليها بعصير الطماطم واوريكم هنعمل ايه في المسقعة المصرية بتاعتنا من غير لا لحمة ولا فراخ. شايفين البصل اهي بدأت تحمر، انا مش عايزاها تتحرق زيادة عن كده، انزل بقى بعصير الطماطم اسيبها لما تتسبك، احط البهارات بتاعتنا شوية شوربة، أضيف لها مكعب مرقة مش هحط البرنجان إلا لما تتسبك. عايزة أوريكم البطاطس إزاي من غير أي حاجة، متحط لهاش مية خالص، هي بتنزل ميتها الا لقيتيها محتاجه ميه تزودي لها معلقه ميه، هي كده بتستوى بريحتها بقى طعمها جميل قوي. ومطيه عليها النار بريحتها خالص، هقطع بقى شويه شبت واحطهم فيها واظبط الملح بتاعها، وبعدين اوريها لكم في الاخر هيبقى شكلها ازاي. وادي المسقعه بتاعتنا، مش هحط البرنجانه الا ما تتسبك زي ما قلت لكم، وبعدين نشوف هنعمل ايه كده. شايفين الطماطم السبكت اهي خالص، ضفت لها الملح وضفت لها شويه بهارات، ضفت لها مكعب مرقه. خلي بالك ان احنا حاطين في البرنجان ملح، فظبط الملح بتاعك. هنزل بقى الفلفل الاخضر اللي محمرينه قليينه، وانزل بالبرنجان. في ناس بتضيف لها بطاطس متحمره برده، لو عايزين براحتكم، لو عندكم اقلوا حبيتين بطاطس وحطوهم معاها. بس هي دي المسقعة المصرية بتاعتنا من غير اي حاجة، هي برنجان وحبيتين فلفل اخضر او حباية شطة حارة. ونسيبها بقى تستوى زي ما قلت لكم، تظبطوا ملحها ويبقى ليه تاني طبق معانا. والبطاطس برضو قربت تستوى هي، هنعمل ايه كمان، هنحمر شوية بطاطس صوابع ونحمر برضو بفلفل، وهنعمل سلطة برنجان هوريكم هنعملها ازاي. عملت زي ما انتم شايفين برضو، اتحمرت شوية فلفلة كده وانا بشوي طبعا البوتاجاز من الشغل بقى مش نضيفة، خلصت باذن الله نغسله على الشياطة اهيت، وبشوي البرنجانة زي ما انتوا شايفين، اعملها بابا غنوج واشوي كمان حباية فلفل حار شطة حارة. وهنا عملت شوربة لسان عصفور، انتوا عارفين الطريقة طبعا. الفلفل كده جاهز معانا، طب الدقة اللي انا هحطها عليها ازاي،
بشرت حباية جزرة صغيرة، حطيت عليها توم مفروم من اللي انا ببقى مجهزاه، وفيه وعليه الشطة طبعا، وعليه الملح. بحط كمان حوالي معلقتين خل، ومعايا الليمونة جاهزة. بقلب ده كله على بعضه، وحط الفلفل عليه واقلبه كويس، وعصرة الليمونة اهم حاجة، واقلبه مع بعضه واسيبه بقى يشرب من الخلطة دي، بقى طعمه حلو قوي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص البرنجان بعد ما شويتها قشرتها، وقرن الفلفل الشطة برضو قشرته، حطيت عليه فص ثوم ناعم وملح كمون، قلبه مع بعضه زي ما انتوا شايفين، وحطيت شوية زيت، وبعدين اضيف له شوية طحينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده طبق البرنجان بابا غنوم بقى جاهز معانا، حبة بس الزيت كده على الوش. كده خلاص الاكل بتاعنا خلص مع الروتين بتاعنا بتاع النهاردة. ادي المسقعة المصرية بتاعتنا من غير لا لحمة ولا فراخ، شوية فلفل مقلي بالدقة بتاعته جميلة، سلطة البطاطس اللي انا وريتها لكم من غير ما تستلق البطاطس كلها في بعضها كده، سلطة بابا غنوج، حبيتين بطاطس متحمرين كده، وطبعا معانا شوربة لسان العصفور اللي انا قلت لكم عليها. يا رب حبايب قلب الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعل الجرس وبعتيها لكل اصحابك، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وروتين جديد واكل سهل وبسيط زي ما انتوا شايفين الشكل ده. واشوفكم على خير يا رب، ومع السلامة في رعاية الله وحفظه.